ميليسا عندها لكم مفاجأة. مرحبا يا أطفال، اليوم جبت لكم معايا أختي صغيرة فرح باش تعاوني في الكوزينة، نديرو كاطو بنيون مع تاتا نور الهدى وعمو بينكو يعاونونا باش نفاجئوا ماما. على بالكم البنيون وشحال بنين، شحال نحب البنيون. ماما راك بيان تاعي شحال طيب لنا. هي خاطري البنيون تاع هي خاطري البنيون. وفرح قولي لي تحبي البنيون انت ولا لا؟ لا نموت على البنيون. ماما يا ماما هذوك الخطوط هكا كل البنيون داخل القدرة. هيا ورينا تاتا واش لازم لنا مقادير. من اسمه باين بالبني. اذا عندنا زوج عجينات، وحده للحشو والعجينه الرئيسيه. اذا عندنا هنايا كوفريت المتوفر في الدار، احنا هنايا جبنه تاع فانيلا وملعقه كبيره تاع شوكولا اللي طالع. هاد الزوج مكونات تاع الحشوه الاولى. والعجينه الثانيه نسحقوا زوج كيسان ونص بسكويت اللي مكان في الدار، وكاس كاوكاو محمص ومرحي، وزوج مغارف كبار جوز الهند لنوات كوكو يكون محمص، وزوج مغارف تانيك جلجلان راهو مرحي تانيك ومحمص، زوج مغارف حلوة الترك، وعندنا زوج مغارف زبدة، والمربى باش نلمو العجينة ما كاش كمية نقدر نحددها لكم. وللتزيين حنطلوها بالشوكولا بالشوكولا، نستعملو شوية برك زيت معاها. وهنايا جبنا لكم شويه الوان شويه كريات باش يجيبني وتاعنا شباب. وانا صديقتي نور الهدى، انا واش درت؟ راني وجدت البان ماغي راك شاطر اليوم. كنت نموت على البنيون. راك نشيط. البنيون هادو هاد المكونات الله يبارك كامل يطلعوا المورال. يسمى واش درت؟ وجدت البان ماغي باش نديروا الشوكولا وندير لها شويه زيت باش تجي هكا تبريكي تبريكي تبريكي. اما بدات وجدها ندير الشوكولا حمام مائي، ما تدناوش النار الاطفال. انا شرحي لي الحمام راح نديروها في الماء. اي خاطري راهو يتغلب بالماء. ايه الحمام مائي هو بماغي. بماغي. ما بالي قلتي لي راحي للحمام، مازال باش نروحوا للحمام. نديروها على نار دافيه، نخلوك انت دير الشيكولا، وانا والبنات نعاونهم باش يديروا الحشوه تاعنا الاولى. يا اطفال ما لازمش انتم تدناو النار. نعم. لازم تجيبوا واحد كبير عليكم باش يشعل لكم النار. يا ماما يا ماما واحد كبير عليكم واحد بنبوني واحد كبير عليكم. ديري لي ديري بسكويت. تاتا كي تكبر لي اعطيني فرح نديرها سندويتشا. فوالا. ونزيدوا الشوكولا تاعنا. هاي تشاهي شوكولا يا بينجو. ريحتها بنينه. لو كان تشوفي الشيكولا اللي راهي عندي. ميليسا كسايمه اليوم؟ انا سايمه. ايه شيكولا شيكولا. ما تصوميش. ايه انا نصوم نص نهار. ما تجيبش عليا نصوم باسكو هاني صغيره. ايه اكيد مازال. صومي غير نص نهار. انت ميليسا تصوم غير نص نهار، انت تصومي صباح ويا نص نهار عشيه. انا نصوم صباح وعفناش نفطر. انتي لازم ياذن بكري. صبيحة الظهر. تسمعي غير ياذن اذان الظهر تفطر. ياذن بكري عندكم. الله يبارك الله يبارك. هيا تبعوا لي البنات، شوفوا هنا درنا الكوفيت ودرنا الشوكولا. نعاودوا نقعدوا نخلطوهم هكا. قولي لي فرح شحال نغسلوا سنانا من خطره في النهار في اليوم؟ في اليوم شحال تغسليهم انتيا؟ قولي لنا ونقولوا كلها صحيح ولا ما كاينش صحيحه. انا نغسل الصباح عشيه وفي الليل. يسمى لازم نغسلوا اسنانا ثلاث مرات في النهار، خاصه المره الاساسيه قبل النوم. عس الشيكولا. خلعتيني. علاش قبل النوم؟ لانه السوسه تخدم خدمتها في الليل. انا نقولكم تبدا تاكل في اسناننا هكا ديرنا هكا. اذا الاطفال هنايا ندخلوا الحشوة تاعنا للثلاجة ونروحو نديرو الحشو الثاني. الثلاجة نديرها
الشوكولا راهي ذابت راهي زين شابه. شوفوا شوفوا كيفاش راهي بنينه. ريحتها راهي بنينه. هاي الشوكولا راهي بنينه. جبت لي الدوب وحنا العدنات نروحو نديرو العجينه. مسليقه؟ ايه قفازات. فرح كاين قفاز ما كاينش قفازات قدك انت واش نديرو؟ تروحي تغسلي يديك. روحي غسليهم مليح. صابون. اروحي لديك انا تغسلي يديك هيا. لديك تغسلي يديك. ولازم تغسلي يديك مليح وتحكي هكا 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 ديري يديك انت وانا نحل لك العين ديري هكا 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 روحي روحي بومبينا صغيره واش تحكي لي فرح واش تحكي لي شوفي خلطي كامل المكونات حتى مسنيت طانو الهدى يطيب تخلط معهم فرح بعد ما تقوليش عاوديه لازم تتبعي الوصفه باش تعاوديها ليماك لازم باش تشفاي يا عندك نقول لك واش دارت شتي هذوك اللي كنا مسد فيهم كامل هنا دارتهم كاع ودات لهم شخبط شخابيط انا من شخبط شخابيط واش ديري لخبط لخابيط انا ما تعبي طيبي حالة تعرف طيب شخبط شخابيط لخبط لخابيط وبوش تخبط تخبط هاكي تاكلي حبة شيكولا هاكي حبة شيكولا هاكي فترة ولا صايمة هاني فترة هاكي فترة حلي فمك يا وريلي تشوفي سنانك قلت وريلي سنانك وريتي غير من الفوق وريلي تشوفي من تحت يا كلهم لك الفار كلهم لك الفار سنانك ايه نحيتهم دوك ينوضولين اسنان الحليب هذوك السنهم اللي راحوا لك هذو سنان تاع الحليب جا الفار هذا يقول لك سنان تاع القهوه ايه عطاك الفار تاع القهوه ايه تاع القهوه ميليسا عاقله في الدار ولا ماشي عاقله وسنو هكا وسنو وسنو فلاش تحبيها ولا ما تحبيهاش نحبها تحبيها بس باسكو اختي باسكو اختي تحبيها لازم تحبوها معنا لازم نحبوها تعاونيها كي تكون طيب باسكو ميليسا ما في طيب معنا هنا وعلى بالنا بلي طيب في الدار نعاونها كي تقول لي جيبي لي حاجه نجيبها لها انا واقيلا راني فقتك باسكو خرجوا لك خدي ودات هذوما انت تعاونيها كي تكون هي طيب تذوقي برك انا ما ندقش لا 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 حتى كي تطيب الماكله باش ندوق ماشي كيما انت ماشي حسيتيها فيا عجوزه صغيره عجوزه تاتا واش كديري دوكا هنا زدنا درنا كاع المكونات تاعنا كنت انت كيما قلت لها الفرح المهم بالمربى ما ماكاش مربى نموهم بالعسل ولينا خليط متجانس كي عجناهم كامل دوك هاد العجينه خلوها ترتاح شويه عيات مسكينه مصبحو يا ترتاح وانا نعجن فيها عيات عي حكمتها الدوخه حكمتها نخلوها تريح وتروح لها الدوخه اها ومن بعد نروحو نجيبو الحشو هذاك اللي درناه من قبيله اللي داتو ميليسا للثلاجه صح ونشكلو كريات كريات وها هي المسكينه اللي راهي تغلي هكا تطقطق واش نديرو لها ما تتعس فيها اه عسيتها كنت نعسيك خليها تذوب تهدر معايا ما كنتش تعس فيها ايه خاتتي عجوزه صغيره ميليسا تحجب لنا المكونات اللي داتهم قبيله الحشوه اللي جبنا الحشو ميليسا فوالا فرح دوكا شوفي هي جابت لنا الحشو هذاك بصح ميليسا وفرح واش قلنا قلنا باللي كي نكونوا في المطبخ لازم دائما نقي واش درنا شوفي تاتا واش داروا شوفي شوفي كاع داروها كامل هذه كاع ميليسا ماما تزعف شتي كيفاش نديروا دوكا دوكا نطفوا جبت اناء شويه صغير لازم اناء يكون واسع ونكونوا مرتاحين فيه معليش صح باش المرا دوكي تروحي للدار تروحي ديري في اناء شوفي صح ما تروحيش للنار غير هنا فوالا عطيني تشوفي نمسح تاتا وانا ندي هذا فوالا برافو تاتا وهذه يا حي حي حرمتي نصها كامل يا ميليسا هذيك نوع الهودا كانت تخلط باسكو جبنا اناء صغير لازم نجيبو اناء صغير كبير فوالا عطيني كاش اناء ولا ندير فيه ميليسا ملي جبت هذوك اللي هذاك عطيني تشوفي كاش واحد فوالا هكا وتاتا فرح باش تخدمي او بروبر كيما قلت لنا باش تخدمي قلت لك تاتا فرح يا حي تاتا فرح صغير تاتا نور الهدى تاتا نور الهدى فوالا شكرا ميليسا شكرا تاتا فرح تاتا نور الهدى تاتا فرح تاتا فرح صغير روحي منا في الوسط روحي روحي تبعي معايا واش راهم يديروا انا طيب نكملوا هاكي تبعي واش راح نديروا دوكا
حنديرو حنجيبو فرشيطه ونبداو ناكلو. ايه واش نديرو؟ ديرو كوايرات. لا حنديرو كوايرات كيما حديت غير تاكل. نروح نجيب لك تبسي ونجيب، ما تروحيش للنار. عسي ها قدامك هاد الحجوزه صغيره ورا البيبيوتيك. يا ربي ونلقى تبسي ان شاء الله غير على اليد يا ربي. فرح قولي لي دوك تفكرتي كامل هادوما تشفي عليهم؟ ايش شفيت مع اللي عليهم؟ بصح بالك يا داك بابا ماغي ما ديريش وحدك في الدار، ما تدنيش كاع الفرن. لا 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 لازم ماما هي اللي تعلنا الفرن ولا واحد كبير. يا ماما ما جيت انا لقيت باسه هذوما خباتهم ماما في الارشيف داخل كامل في البيبيوتيك. يا يما شللتهم. معليش كان جبت لنا واحد برك. معليش جبت زوج اوسي جامي. شكرا. واحد درت سكور. هاكي شدي تشوفي امسحي شويه خاطش كيما مسحتهم شللتهم خاطش كانوا محمرين يتغبروا. امسحي على ميليسا باش يتغبروا ولازم ناكلوا دائما في حاجه قيه. دوكا نديروا نحكموا هنا كريات حوالي 30 غرام هكا كريه. ايه كوروها لازم مليح. نكوروها كيما خدودك هكا مكوري. ايه ونديروا لها شويه الحشو لداخل. انا غلطانه نحب بنيون. بنين بزاف بزاف ماما لا نحبو. وفرح نحبو بزاف بزاف بزاف. ونجيب لك هذا الشيكولا هذه نجيب لك. عارفه ديرها لنا ماما. شوفوا بينغو انت خليوك تكمل هاد الكريات. شفيت كيفاش نديروهم؟ شفيت ندير هكا نكور 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 ونحطها فوق الطاسه. ايه خلاص شفيت. لا لا لازم تركز باش تعاود ديرهم نفسهم. يلا معليش هيا قولي لي خلاص شفيتها. وحنا نلبزها هكا وندير شويه الشيكولا ومن بعد نكورها. ونخصو يدينا باش نديرو حنايا الشوكولا اللي كنت وجدتها لنا من قبيله نديروها في القالب تاعها. داكور. وفرح تعرفي تكوري فيا. ها روحي قدامي شوفي ها روحي نلبس لك قفازات. يا ربي ويجوك ان شاء الله يا ربي. يتي بصح يدك انت ياسمين من الله يبارك. شكي يدك اصبعك كبير ديري من عاد شكي تنكر بي وحده. ما زال درت والو. استنى دقيقه تعطيتي شحال هكا مقلقة. استنى يا صبري يا استنى. لا لا خاطش هذه كانت في الثلاجه بارده خاطش من بعد دوكا تذوب ما نقدروش نديروها. خلاص انا بديت انايا لبسي لقطه. خلاص معليش دوكا نعاونوا عليهم كامل ونكملوهم. هاي نتعاونوا هاي هاي. اذا اصدقائي الاطفال حنا دوكا نكملوا كامل هذوما نديروهم كريات ونوريكم برك مثال واحد كيفاش ديروا البنيون تاعكم. وجبنا لكم طابع بزاف شباب. نجيبوا الشيكولا اللي كان يخدم فيها بينغو بالك. وانا نكمل هذه الكرية اللي ندير فيها في يدي. كملها وبعد نكملوهم كاع كيف كيف. كملها لي في يدك وبعد نكملوا هذه العجينه كاع كيف كيف. حنا دوك نوري لهم مثال كيفاش ندير الشوكولا. عطيني مغرفه. ما لازمش نتوما ترفدوا هذه باسكو بزاف سخونه. باسكو تجي بزاف سخونه. لازم تجي معاكم واحد كبير ولا يماكم. يا ماما ارواحي من ندم. نديروا مغرفه. احنا جبنا لكم طابع دوك ما راهوش يبان لكم بصح كي نكملوا نعمروه كامل ونخلوه يبرد شويه تعرفوا شنو هاد الطابع واش كيفاه داير. تعطينا الهدى ما خلقتيش الغاز. يا حي يا حي يا سيدي ما زيديش تزيد الغاز. تعطينا الهدى ونديروا هذيك العجينه اللي خدمناها اللي فيها هي فيها داخل الحشو وحنا نخدموها هكا. هاي وهنايا نروحوا نكملوا انا واصدقائي نكملوا كامل الطابع ونكملوا كاع هاد العجينه اللي عندنا ونوري لكم صح التقديم. لتحضير البنيون يلزم لنا قفريت ذوق الفانيلا ملعقة كبيرة من الشوكولاتة الطلي كأسين ونصف بسكويت مرحي كأس كاوكاو محمص ومرحي 2 ملاعق كبار جوز الهند محمص 2 ملاعق كبار دلجلان محمص ومطحون 2 ملاعق كبار حلوة الترك 2 ملاعق كبار زبدة طرية مربى ولتزيين شوكولاتة. رانا عاودنا ولينا لكم اصدقائي الاطفال في صحن التقديم. درنا له شويه تزيين بهذوك الكريات الملونه اللي وريتها لكم من قبل. تقدروا تستغناو عنها يعني ماشي ضروري ولا ما كانتش كاينه عندكم. جو هايلين يعطيك الصحه بابا الملا ويعطيك الصحه مو بينغو يا عاونتوني باش درت بنيون نفرح به ماما. انا نقول لك ماما نحبك ونموت عليك.
فرح عجبوك؟ درتهم لك درت الجنينه، درتهم لك ديبابه، درتهم لك ميكيات. فرح انا بالي بلي انت يا شاطره، وشكي مقبله كنتي تقولي لي، قلتي لي عندي واحد الحاجه اني حابه نقدمها لماما، حابه تقدمي لها هذا الصحن هذا ولا وشنو؟ واش حبيتي تقدمي لها؟ نقدم لها غنيه لخاطرش انا نحبها، نحبك ماماتي ونحبك اباتي، انتما حياتي وسر سعادتي، يا رب ارزقهما الجنة من الجنات، يا رب ارزقهما الجنة من الجنات، واغفر لهما الذنب.